سلام المسيح أمنا. سلام المسيح أمنا أسفة علي إذا عندي. ما راح أقدر أطلع لأنه شوي صعب هاي الفترة، بس بدي أقول لك إنه أنت أحلى أم روحي أول شيء. يا حبيبة قلبي يا أنا صار لي سنة تعرفت على المسيح، من أنا مسلمة بالأصل بس تعرفت عليه من القرآن. كنت دائما بحب صورة مريم وعيسى، يعني بين زاويتين، بس بعدين في أشياء بتقولي ليش، كيف أخلاقهم، ليش ببحث، طلعوا لي فيديوهاتك اللي يعني ربنا يبارك خدمتك، ما وقفت وضليت شوف 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 لحتى اقتنعت وجيت عندك. و كيف يقولوا لها، درست عندك، تلمذت يعني. بأي جروب انتي؟ المرة الأولى فشلت والمرة الثانية نجحت وهلأ عم استنى اتعمد. بس بأي كنت جروب كنتي؟ والله ما بتذكر، بس أنا هلأ رقمه يمكن 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 42 أو 45 صراحة. ايه، صار وقت مع موديتك انتي، من تعتبري من القدمة. إيه بس كان لازم اتعمد بالمغرب، إذا عرفتيني كنت ايه تواصلت معك، بس ما كتب ربنا ورجعت على بلد اللي بدرس فيه الطب. يا بس ربنا، عم اي لاقي ربنا كتير بيريد، صعوبة. اي ربنا بيريد اكيد الجميع يخلصون بالوقت المناسب. انا تلمستك، انت رسبتي اول مره وهي ثاني مره عدتيها ونجحتي بس وصرتي نجحت بالتمرين. ب 23، أعلى معدل ممكن. اي ربنا يباركك يا حبيبتي، قريبا جدا باسم يسوع بتتعمدي. انا اثق، شوفي انا مره بيدخلوا كثير من كنائس، بيدخلوا كهنه وشمامسه أمنا بيسالوني أنا بيقولوا كثير لي سعيدة إنه عم بحكي معك، رح صلي صلاة شكر بعد. حبيبتي، بيسألوني كتير كهنة وشمامسة كيف بتلمزي، أعطينا المنهاج اللي بتلمزي وفقه. فبقول لهم أنا بتلمزهم بالروح القدس، أكيد ما أكيد 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 بيفهموني، أكيد منهم اللي أكيد بيقول لي ربنا يباركك، منهم اللي بيفتكرني عم بضحك عليه. الروح القدس عم يشتغل بكنيسة الرب وبجروبات التلمذة بطريقة عجائبية، ولا سمعنا عنها إلا قبل 2000 سنة بالكتاب المقدس. أنا نفسي بمحلات كتير أذهل إنه هذا الشخص أنا كنت من أول ما فات شايفته شاعل نار بالحب للرب يسوع المسيح، بس تعطلت مع موديته بدل 6 شهور سنة وقاعد بخلقتي. طب يا رب ليه هذا ما بس عم يا أمي يتعمد؟ أنا كثير متعطشة يقوم للروح ربنا يكشف القدس لنا. وعمل الروح القدس ما عم بحكي فيي. عنك يا نور، عم بحكي أنا عن غير ناس يا حبيبتي، أنت موجودة بالبرازيل وبتحت تتعمدي عن قريب باسم يسوع. يقوم ربنا يكشف لي إياه، كان وراه نوايا غريبة عجيبة وأنا ولا ممكن أعرف فيها، بالوقت اللي في ناس فاتوا قبل ما يكمل تلمذي. يقول لي شخص انا امبارح اجا كاهن وشاف حلم او رؤيه وطلب مني انه انت جاهز تتعمد لحتى عمدك، وربنا قرر يتعمدوا قبل ما يخلصوا تلمذي. وانا بدي اقول امين، ما فيني اقول شيء للحالتين، بدي اقول امين لتكون مشيئه الرب. فانا اثق يا نور، وقت اللي بيكون المسيح مالي قلبك بالتمام وجاهزه للمعموديه رح تتعمدي، مو بالمغرب تكوني، اذا بتكوني بقلب مكه أكيد تتعمدي غصبا عن الكل. ربنا أكيد يبارك حياتك. أمين. كان عندي بس شيء بدي أقوله، في مرة كنت شفت فيديو لإلك عن تجارب الشيطان بالنسبة للناس يلي جديد على الإيمان المسيحي، وأنا هذيك الفترة كنت بمر بمشاكل، لأنه عن جد بعد ما اكتشفت الإيمان المسيحي، مو أنا ما عم يصير لي شيء، ربنا عم يحفظني من الأمراض، من كل اللي أحلامي عم بوصل له. بس مع الأسف يعني اللي حواليه عم شوفهم عم يضيعوا. عم اتساءل هلا اذا هيدي تجربة من الشيطان حتى يحاول يقول لي انه بعد ما صرتي للنور رح حاول ردك للظلمة، او انه لازم بشرهم وقول لهم لا انتوا بالظلمة لا، لانه انا صار المشاكل ضروري صيروا اعرض بالظلمة. حلقه التبشير، انا عملت حلقه عن التبشير، بليز ابحثي عنها على صفحتي على الفيسبوك، ورح نزلها على اليوتيوب خلال جربنا راد 48 ساعه بالكثير. العابر اللي لسه ما تعمد ما مطلوب منه يبشر ابدا، انت لسه مانك مملوء بالروح القدس، باسم مين بدك تبشر؟ فرجاء العابرين اللي ما تعمد، انت المطلوب منك حاليا تمتلئ انت بكلام الكتاب المقدس فقط لا غير، ما مطلوب منك تبشر حدا، لسه ما كلفك الرب اصلا تبشر. اوكي، فبعد المعموديه في عندك سنتين،
سنتين كاملين، لو شفت اهلك عم يبوسوا الشعره تبع محمد والحجر تبع مكه، اتركهم، ما لك علاقه فيهم، صلي لهم جواتك، صلي لهم داخلك، الروح القدس اللي تعامل معك بيتعامل معهم وبيخلصهم لاجل صلاتك، بيتعامل صحيح. معهم. وعم يحاول يخلص لامي، صحيح، له ترتيب، كل حدا من عائلاتنا له ترتيب. بس يجي الوقت المناسب بعد سنة سنتين تكوني قريتي الكتاب المقدس الكامل، امتلأتي بالروح القدس، ربنا تعامل معك بآيات ومعجزات حقيقية بينك وبينه، سمعك صوته الحلو، طلب منك تبشري، وقتها بكل قوة وجرأة بتبلشي تبشير. حاضر أمنا، شكرا حبيب. أهلا فيك يا حبيبتي، ربنا يكون معك. آمين.